السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا بالناصر، وين مانشستر يونايتد يدخل السباق لضم بالناصر الموسم القادم، يعني وين بكل طرق خاصة. نقول لكم حاجة، يونايتد أغنى نادي في العالم، داخل فيه تاع الباسكت في الأمريكان، وداخل عنده بزاف فروع داخل فيهم، اغنى نادي في العالم. شكاره تحكي مانشستر يونايتد فين تاريخ؟ مانشستر يونايتد تاريخ خويا، مانشستر يونايتد تاريخ كبير. جيتكم على المباراه، شو جيتكم كان نهضروا كيما هكا، اتفرج مباراه تاع مانشستر امام تشيلسي، امام تشيلسي، يعني تشوف كيفاش مباراة، تشوف التغيير اللي داره المدرب تاع تشيلسي في الدقيقة وقيلة 33 ولا 34، كيفاش غير الخطة تاعه، يعني وين خرج ميليوتيرا، دخل ميليوتيرا ديفونسيف، وين كان ميليوتيرا ديفونسيف، يعني وين تشوف كيفاش قرا المباراة ودار تغيير. ما قالش قرا تكمل لاميطو وبالك الشعب غادي ما يبغيش ولا يبغي، فهمني كيفاش، يعني وين دار تغيير في وقت حساس في الدقيقه 33 34، غير ديفونسيك بوشور، خرج داك بوشور ودخل واحد، قلت له ماشي ديفونسير، ميليو ديفونسيف، وين دخل، وين عاود توازن عند تشيلسي امام مانشستر يونايتد اللي ضيع الكثير في الشوط الاول. عندنا بريمير ميتو كملت بريمير ميتو كملت 0-0 بريمير ميتو. على ذلك نقولوا بلي ودي وين شادنا، وين ضيع، وين كان تغيير تكتيكي. بريمير ميتو ديال لونتي ما قارعش، ما قالش بالك غادي يغبنوني، بالك الشعب غادي يقول لي، خاطر كيما واحد خاطر حنايا لهنا الصحافه قالوا لي ودي الشعب، قالوا كيما محرز يلعب نورمالمون، محرز كي والو نورمالمون ما يلعبش. قال لهم علاه بغيتوني نغير محرز انا؟ تغير محرز انت كي، او تغير محرز نورمال وعادي، وي كي تغير محرز عادي على محرز كاتبين لك في الليستاوت عادي نورمال، تغير محرز كان كي والو تغيره نورمال. على ذلك نقولوا بلي اليوم وين شاهدنا كيفاش التغيير، هذه ملاحظه عطيتها لكم، ملاحظه. حنا شاهدنا وين كنا لعبنا امام اوغندا لهنا، سجلنا هدفين بصح بدون طريقه لعب، بدون طريقة لعب، ما كاش فون دو جو، ما كاش زيد. لعبنا في تنزانيا ربحنا 2-0، بصح أهداف بدون همجية، بدون طريقة لعب كذلك. زيد لهنا مع نيجيريا، مع غينيا، تدخلوا الغاشي سلكوا، تدخلوا الناس سلكت. إيش عندنا كيفاش انتهت المباراة، هدف لهدف تشيلسي مانشستر يونايتد، مباراة في القمة. فرجتها، أمنوني بالله لا عاود فرجتها، أنا نبغي كرة قدم، أنا نبغي كرة قدم، عرفتني كاع النهار من النهار قاعد، كو عندي وقت ندير ملخص تاع مباراة، نتفرج مباراة، المهم نلها مع البولا خلي. عندنا كيفاش الناس وين كانت في صالحهم، على بالك، كان في كيفاش دار التغيير، يعني الطريقة وين تعجبك، طريقة تاع مدرب. أنا هاكا نتفرج مباريات، أما كاين اللي يقول لك خاوتي أليكو أرتيتا ما ضحكش من محرز ماركا، أليكو غوارديولا زكا على محرز ما زكاش على فوندير، هذه اللي خلاتكم كيما خلات محرز يطيح، هذه الهضرة تاعكم. وين نعاودوا نولوا نتكلموا على، كنا نتكلموا على مانشستر، طريقة اللعب تاعها اللي تغيرت. شو بيتغير مدرب وين تغير طريقة اللعب، يعني وين أصبح يعني جاي بخطة ثابتة، هذه هي. وين شاهدنا وين نقولوا باللي وين دخل نادي مانشستر يونايتد السباق للتعاقد مع متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري إسماعيل بن ناصر، أين يريد استغلال تأخر تجديده للعقد الذي يربطه بنادي ميلو لخطفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مثلما أكدت عدة تقارير صحيفة إيطالية أمس. ويعتبر مانشستر يونايتد ثاني فريق إنجليزي
يبدي رغبته في ضم بن ناصر بعد نادي ليفربول، وهو ما يعني سيرفع لا محالة من قيمته في سوق الانتقالات. خاصة شوف باش نقول لكم كلمة، ميلو اي هنا، ميلو هنا وصلت له نقول لكم عليه، ميلو مي داروا هذاك العقد تاع 50 مليون قطعوه، قطعوه ب 50 مليون والله العظيم، ومشي ذاك العقد ميلو والله دوموند 100 مليون نورمال عادي 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 100 مليون عادي، خاطر عليه النهار اللي راح بعد في المراه من بان ظهر وين قال لك بلي يروح يتعيط له يتحوس عليه فلان، وواحد يقول لك غادي يروح ب 30 مليون، وواحد يقول لك يروح ب 40، قلت لكم راكم غالطين في ذاك في عامين 2020 قلت لكم يا ودي هذا مي كانت كورونا كانوا يكذبوا عليكم، يباتوا يكذبوا عليكم كل يوم يقول لكم زوارة رايحة أرواحوا نعطيكم حقيقة زوارة رايح من أرواحوا لا أرواحوا من أرواحوا زوارة تاعنا في المواقع داروا كاع في أندية كبيرة، وفي الواقع واحد ما راحش أبار في ذاك العام اللي راح بن كيسموه بالرحمة راح الويست هام هذا مكان عطار بن داين راحوا جايبينو راحوا مدور كل يوم في في كل يوم واحد في ايكيب على فهم كان والو. يعني عقل قلت لكم يا ودي يا جماعه والله العظيم قلت لكم مشي هذا العقل اللي داروا قطعوا عليه السومه والله العظيم يا بن ناصر لا راح ب 100 مليون عادي، وفي 2020 كنت نقول لكم على الاقل 80 مليون، اش عامل واحد يقول لي لا شو بين 40 50 ديك هي، نقول له والله لا 80 مليون هذه هي وين خاصة فانيك وين باش يكون على بالكم، وين ريال مدريد تتابع من بعيد، بيريز ماهو سهل يتابع من بعيد خطوات يعني ويقارع للضربة القاضية، بيريز كي يدخل للخل يديه بالتالي كاع. ويعتبر مانشستر يونايتد ثاني فريق انجليزي يبدي رغبته في ضم بن ناصر بعد نادي ليفربول، وهو ما سيرفع لا محالة من قيمته في سوق الانتقالات، خاصة وأنه يعتبر من بين أفضل اللاعبين في منصبه، مثل ما أكده المدرب ليفربول كلوب في تصريحات بخصوص متوسط ميدان الخوض، وكان مدير رياضي لنادي ميلو باولو مالديني قد أكد في آخر تصريحاته بأن مفاوضات تسديد العقد بن ناصر لم تتوقف بشكل نهائي، وكل ما في الأمر أن اختلاف موجود حول قيمة الراتب السنوي، وستعمل إدارة بطل إيطاليا على إيجاد حل وسيط، ولو أن الأمر ليس بالسهولة التي يتوقعها أسطورة ميلو بحكم أن متوسط ميدان الخوض متماسك برفع راتبه السنوي إلى حدود 5,500,000 أورو، يعني وين غادي ربما 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 الى تهمو تولي 4,500,000 أورو. والجدير بالذكر ان بن ناصر مرشح للعوده الى التشكيله الاساسيه لنادي ميلو، يعني وين منع على بالكم منع 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 امام نادي الويلز، يعني وين ربي سطرح دخل فيه الجوار على بالك تلمو ضربه خشينه، اللعابه صحابه كاع راحوا بغاو ياكلوا ذاك اللعابه شتوها، يعني ضربة ماشي زعقة، أنا ستيفانو شد راسه، شاهدنا وين بعد رجوعي ولعب 90 دقيقة بعد أن فضل المدرب ستيفانو إراحتي في لقاء هيلاس فيرونا الأخير عندما شارك بديل فقط. هذيك نقولوا بلي اليوم وين تشوف اللعاب تشوف هذا اللعاب يعني وين يقدم في مستويات لعاب خالوق، لعاب خالوق، لعاب ما شاء الله، لعاب يقدم مستويات كبيرة يعني في من جانب في 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 المستوى تاعه، يعني وين يقدم يعني مستويات يعني في القمة دائما، وين يكون يعني في دائما وين يكون في القمة، يعني هذه هي وين نتمناو ان شاء الله بربي اللاعبين تاعنا يكونوا في احسن احوال تاعهم، يكونوا يعني كما نقولوا حنايا من اجل المنتخب الوطني الجزائري حنايا كونوا ملاح، خاطر على عندنا هذه شمعه واحده برك يتزوي بن ناصر برك يلعب في النيفو العالي، ريتم عالي بزاف، راني عارف واش راني نهضر، ريتم عالي بزاف كبير كبير كبير، ان شاء الله بربي نشوفوا بلي بن ناصر وين يقدم لنا مستويات كبيره ان شاء الله صحيتو.
بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير، بارطاجو معنا الفيديو، واللي مشي ابوني معنا باش ديما يوصله الجديد. صحيت وربي يحفظكم.